بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. هذا الجزء الثاني من كتاب صفة الصفوة للإمام ابن الجوزي في سير وقصص الصالحين، واخترت لكم من هذا الكتاب أجمل ما قيل فيه. ما أهمية قصص الصالحين؟ قال تعالى في سورة الأنعام: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. قال مالك بن دينار: الحكايات تحف الجنة، يقصد حكايات الصالحين، تجعلك تعيش وكأنك في الجنة. وقال الجنيد: الحكايات جند من جنود الله، يقوي الله بها إيمان العباد. فقيل له: هل لهذا من شاهد؟ قال: قوله تعالى: وكلاً نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. نبدأ بأحد هؤلاء الصفوة، وهو يزيد بن هارون. عن الحسن بن عرفة قال: رأيت يزيد بن هارون بواسط، وهو أحسن الناس عينين، ثم رأيته بعين واحدة، ثم رأيته وقد ذهبت عيناه، فقلت: يا أبا خالد، ما فعلت العينان الجميلتان؟ فقال: ذهب بهما بكاء الأسحار. وقال أحدهم: رأيت يزيد بن هارون في المنام، يعني بعد وفاته، فقلت له: هل أتاك منكر ونكير؟ قال: إي والله، وسألاني: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فقلت: ألمثلي يقال هذا وأنا أعلم الناس هذا في دار الدنيا؟ فقالا لي: صدقت. فنم نومة العروس، لا بؤس عليك. وعن مسروق بن الأجدع قال: بحسب المؤمن من الجهل أن يعجب بعمله، وبحسب المؤمن من العلم أن يخشى الله. ويقصد مسروق رحمه الله أن الجاهل والمغرور هو الذي يعتقد أن الأعمال الصالحة مبدأها من قوته هو، والحقيقة أن الأعمال الصالحة هي فضل وكرم ومنة من الله عليك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لولا الله ما اهتدينا، ولا صمنا ولا صلينا. هذه هي الحقيقة. قال تعالى: وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. هناك إذن ومعونة وتوفيق إلهي لك. ماذا تعني الآية التي نقرأها كل يوم: إياك نستعين؟ ماذا تعني؟ لذلك كلما تعمق الإنسان وعرف ربه اتضحت أمامه الرؤيا، وتلاشت ذاته، وماتت الأنا عنده، لا يرى نفسه، ويرى أن القوة كلها لله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين فأهلك. قال أحد العارفين: اللهم لك الحمد على الحمد، ولك الشكر على الشكر. انظروا إلى نسبة الفضل إلى الله عز وجل، هذه هي العبودية، هذا هو الحمد، هذا هو الشكر. أنا كمؤمن كمسلم أبذل السبب في العبادة، لأن الله أمرني أصلا أن أبذل السبب، ولكن بذلي للسبب هو بتوفيق الله. هذه البداية، أني أنا أقوم إلى الصلاة، هذه من الله، من علي أن وفقني أن أبذل السبب. فهذا هو المعنى الذي يقصده مسروق رضي الله عنه: بحسب المؤمن من الجهل أن يعجب بعمله، وبحسب المؤمن من العلم أن يخشى الله. وهذا الأمر واضح. بعض الشباب لم يطلب العلم الشرعي مثلا بالتفرغ والتخصص، ويعني ثني الركب عند العلماء، لم يبذل وقت كبير، ولكنه عند المعرفة بأساسيات هذا الدين والفرائض والسنن والواجبات والحلال والحرام، الأمور المعروفة، وسبحان الله تجده ما يزني ولا يأخذ رشوة ولا يكذب ولا يغش، وأخلاقه طيبة ومحترم، وبينه وبين الله علاقة وصلة جميلة. هذا علم قليل، ولكن الخشية
هي العلم الحقيقي. هذا العلم القليل الذي عنده مبارك، جعل هذا الشخص مبارك. بعض كبار السن الذين حتى أحيانا لا يعرفون يقرؤون ولا يكتبون، علمهم محدود قليل، ولكن بسبب نيتهم الصافية والتزامهم بهذا العلم وكثرة ذكر الله على لسانهم، تجدهم بعضهم يصل إلى مرتبة الولاية، دعاؤهم مستجاب، الله يكرمهم بالرؤى الصالحة ويكرمهم بالعطايا والكرامات في الواقع، وهذا مشهود يعني معروف متواتر. فإذا ليست بكثرة العلم يا إخوة، أحيانا العلم يكون نقمة على الإنسان، وأحيانا يكون هذا العلم نعمة ورفع الدرجات. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إذا من الله على الإنسان بالعلم والعمل فهذه مرتبة عالية يسمو يرتقي بها في الدرجات العلى، يسبق الناس. ولكن علم دون عمل، علم دون خشية، دون رقة قلب، دون أخلاق، هذا ليس علم، هذه نقمة على صاحبها. وعنه رحمه الله كذلك قال: إذا بلغ أحدكم 40 سنة فليأخذ حذره من الله. لماذا عمر 40؟ والله عز وجل كذلك في القرآن الكريم خصص عمر 40. سبحان الله، لماذا هذا العمر بالذات؟ في سورة الأحقاف يقول جل وعلا: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. وكأن هذه الآية هي توديع للحياة، لأن ماذا بعد 40؟ ما بعد 40 إلا الذبول والنزول. 40 هي الربوة العالية التي يقف فوقها المرء ناظرا لحقيقة الدنيا بعد أن كان تائها في غياباتها وشعابها، تتضح لها الرؤية. سبحان الله، في 40 الإنسان كأنه وقف فوق مرتفع عالي وبدأ ينظر إلى المشهد عن بعد، يرى النظرة الشمولية. عمر 40 هو عمر التشبع من تجارب الحياة، هو عمر اتضاح الرؤية، هو عمر انطفاء جذوة وحماس الشباب، عمر الهدوء والحكمة وفهم الحياة. لذلك من أحياه الله إلى 40 ولم يوجه دفة سفينته إلى الله فهذا غافل مفتون، لم يتعلم ولم يفهم، وأمره في خطر، ورحلته إلى هاوية وهلاك مبين. كان الصالحون إذا بلغوا 40 طووا فرشهم كناية عن الاستعداد للرحيل والجد في العبادة وقيام الليل. وعن أنس بن سيرين أن امرأة مسروق قالت: كان يصلي حتى تورم قدماه، فربما جلست خلفه أبكي مما أراه يصنع بنفسه. الله أكبر، انظروا إلى روعة الإيمان، انظروا إلى الهمة. وعن إبراهيم قال: كان مسروق يرخي الستر بينه وبين أهله، ثم يقبل على صلاته ويخليهم ودنياهم. وطبعا هذا الأمر ليس مستنكرا أن الإنسان يصلي حتى تنتفخ قدماه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي حتى تورم قدماه، وكما أخبر عليه الصلاة والسلام أن الله جعل قرة عينه في الصلاة. فالإنسان إذا تلذذ في الصلاة ودخل في عالم الخشوع والبكاء لا يشعر بنفسه، فتجده قائما طويلا يناجي ربه، مستأنسا بربه، مستأنسا بالله عز وجل. هذا الأنس هو الذي يسمونه جنة الدنيا. نسأل الله العظيم من فضله وكرمه ومنه. عن علقمة بن مرثد قال: انتهى الزهد إلى 8 من التابعين، منهم مسروق بن الأجدع، فإن امرأته قالت: ما كان يوجد إلا وساقاه قد انتفختاه من طول الصلاة، فلما احتضره بكى، يعني عند لحظة الاحتضار عند الموت.
صار يبكي، فقيل له: ما هذا الجزع؟ قال: ما لي لا أجزع، وإنما هي ساعة ولا أدري أين يسلك بي، بين يدي طريقان لا أدري إلى الجنة أم إلى النار. الله أكبر، يعني من أعظم اللحظات هذه اللحظة، لحظة التي قبل النتيجة النهائية، إما إلى جنة وخلود أبدي وسعادة أبدية، وإما إلى لحظة عظيمة. وكان الصالحون دائما يقولون، يعني دائما الإنسان عند لحظات الموت يغلب إحسان الظن بربه. وهذا علقمة ابن قيس من رجال صفة الصفوة عن إبراهيم قال: كان علقمة يختم القرآن في كل خمس، يعني في كل خمسة أيام. كذلك من رجال صفة الصفوة شقيق ابن سلمة عن إبراهيم قال: ما من قرية إلا وفيها من يدفع عن أهلها به، وإني لأرجو أن يكون أبو وائل منهم. شقيق بن سلمة يكنى أبو وائل، فكان الناس يعتقدون أن أبا وائل من هؤلاء يعني الأولياء المستجابي الدعاء، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. فيقول: ما من قرية إلا وفيها من يدفع عن أهلها به، يعني يدفع العقوبات وتدفع المصائب عن أهل هذه القرية بسبب هؤلاء الصالحين. وكما يقولون، يعني هم في كل قرية يوجد قلائل من هذه الفئة، وهم أحباب الله، الله يحبهم عز وجل، لهم مكانة ولهم قرب ولهم حب خاص، هم أهل الله وخاصته. فهؤلاء بسببهم الله عز وجل يرحم أهل القرى. وعن عاصم قال: كان أبو وائل إذا خلا يسبح، ولو جعلت له الدنيا على أن يفعل ذلك وأحد يراه لم يفعل، من الإخلاص وإخفاء العمل، لا يحب أي شيء أن يشوه صفاءه ونقاءه في عبادته مع الله عز وجل. من أبشع الأمور وأقبح الأمور أن الإنسان يرائي بأعلى المواهب وأعلى وأطهر الصفات من الأعمال الصالحة، من أبشع الأمور أن يدخل مع الله أحد من مخلوقاته. أتزين بطاعة الله من أجل نظرة الناس لي ومدح الناس لي، هذه بشاعة وقباحة، الله عز وجل لا يحبها. والله سبحانه طيب عز وجل، جميل جل جلاله، بديع، يحب الإخلاص ويبغض الخيانة والقبائح، لا يحبها سبحانه وتعالى. ومن الخباثة والبشاعة أن تتجمل في عبادة الله من أجل الناس. وهذا لا يعني أن أعتزل، لا، الإنسان المؤمن يصلي في جماعة، بعد الصلوات يذكر الله، ولكن المقصد ألا ترى مع الله أحدا. يعني الناس، هذا البشر، انظر إليهم كأنهم تراب، هم بيد الله، وإذا أتاك الشيطان وأرادك أن تلتفت بقلبك إلى أحد منهم لكي يراك، مباشرة اقطع هذا الوارد الشيطاني وهذه الوسوسة بأن تلتفت وتأخذ بقلبك كله إلى الله، وأن تتخيل هؤلاء البشر تراب. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، هذا قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وبذلك أمرت، ألا لله الدين الخالص. لا ينفع أبدا أبدا أن تشرك بالله، هذه يسمونها الشرك الأصغر، الرياء. فأنت في نظر الله لست بجميل، ونحن والله حريصين كل الحرص أن نكون جميلين بعين الله، جميلين في نظر الله سبحانه وتعالى، لأن الله يحب. الله أثبت لنفسه صفة الحب، يحبهم ويحبونه، فكيف تريد أن يحبني الله وأنا قبيح؟ أنا حريص أن يحبني الله، حريص. لماذا؟ لأن إذا أحبك أدخلك في الولاية،
في الرعاية، في الحفظ، في الرزق، في التوفيق. رزقك من حيث لا تحتسب، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. لماذا نحافظ على أن نكون دائما في تقوى لله عز وجل؟ لماذا نحافظ ألا نقع في ذنوب وبشاعة من غيبة ونميمة وربا وزنا؟ لماذا أقاوم الرشوة لا أأخذ الرشوة؟ لماذا أؤدي الفرائض؟ لماذا أغض بصري؟ كل هذا حتى أصل إلى حب الله، حتى أصل إلى ولاية الله. الله له وعود قرآنية واضحة، ومن أصدق من الله قيلا أن الله مع المتقين. قال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة. المعية الإلهية الخاصة، الحب الإلهي الخاص. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. هذه وعود من النصر والتأييد والحفظ والرزق والحب والولاية والكرامة. الذي يعتقد يا إخوة أن هذه الأمور فقط في الآخرة، يعني أعبد الله أعبد الله ولن ترى شيء في الدنيا إلا لحظة الموت، هذا كلام باطل غير صحيح. هذه الوعود في كتاب الله عز وجل لمن حقق التقوى في الدنيا قبل الآخرة. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة كما قال عز وجل. ولكن من الذي يصل؟ من الذي سيشاهد هذه النتائج أمام عينه؟ من الذي ينجح في الاختبار؟ الذي يصبر عن معصية الله ويكسر نفسه عن الشهوات، يكسر نفسه لوجه الله، لأداء فرائض الله. وهذا مصداقا لقوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الذي ينجح في الاختبارات ويصبر 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 لوجه الله وقلبه مع الله ودائما يرجو ويدعو الله أن يجعله من المقربين، هذا يا أخوة الله يصطفيه ويجتبيه ويجعله وليا وحبيبا مقربا. إذا نجح صار مستجاب الدعاء، إذا نجح صار الله وليه، يوفقه في عمله، في رزقه، في أبنائه، في تجارته، في كل شيء. ولكن أكبر مشكلة أننا لا نصبر، أننا نستسلم في الاختبارات. ومع ذلك فإن الله يحب الإنسان العبد الذي يعترف بخطئه ويتوسل إلى الله ويتذلل إلى الله، والله يعفو عنه ويبدل سيئات حسنات ويبدأ من جديد هذه الرحلة إلى الله. يعني احذر أن تعتقد أن الطاعة لن ترى أمامها مقابل. إذا أطعت الله فهناك وعود إلهية. وعموما والله لو سجدنا من أول ما نولد إلى أن نموت لن نؤدي حق الله، ولكن من رحمة الله وحثا وتحفيزا للهمم حتى يسير المؤمن وأمامه يعني مكافآت. هذه طبيعة الإنسان يا أخوة يا أخوات. الإنسان يحب يعني النتائج الغريبة، يحب أن يصل إلى شيء. إذا نجحت في الاختبار الله عز وجل سيبعث لك الإشارات. والله يا أخوة يبعث لك الإشارات ويبعث لك الرسائل التي يقول لك فيها إني معك يا عبدي، أنا أحبك يا عبدي، لا تخف. يعطيه الأمان، لأني أنا كإنسان ضعيف. كل واحد منا يا أخوة إذا ما عنده أمان ما يرتاح في هذه الحياة. أخاف من المستقبل، أخاف من الغامض، أخاف على رزقي، أخاف من الحوادث، أخاف من الأمراض، أخاف من الكوارث، أخاف من المصائب. ما في أحد يعلم الغيب، ولا أحد عنده القوة المطلقة الذي يعني يستطيع أن يحمي نفسه بها. نحن مخلوقات ضعيفة. لذلك إذا وصلت إلى مرحلة الحب الإلهي والولاية وأعطاك الله سبحانه وتعالى الإشارات بتحقيق الوعود لك، هنا تدخل إلى العالم الآخر.
أنت رأيت الآن قدرة الله التي يسمونها أهل السنة والجماعة وأهل العلم الكرامات، رأيتها أمام عينك، رأيت وعد الله وقدرة الله الخارقة للعادة أمام عينك، ماذا تريد؟ خلاص تخرج سبحان الله، الدنيا تخرج من قلبك، ولا ترى ولا تريد إلا الله، ولا